مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع، أهلا ومرحبا بكم في وحدة جديدة من المنهج، الوحدة السابعة طرائق الفصل والتنقية. الدرس الأول ما المادة النقية، الموضوع مفهوم المادة النقية. الأهداف: الهدف الأول أن يقارن الطالب بين المادة النقية والغير نقية. الهدف الثاني يصنف الطالب المواد إلى مواد نقية ومواد غير نقية. التهيئة: أمامك عزيزي الطالب نماذج لبعض المواد، بين هذه النماذج هل تمثل مادة نقية أو مادة غير نقية. على سبيل المثال هذه المادة تتكون من نوعين من المركبات، هنا مركب عبارة عن ذرتين من اللون الأحمر وذرة من اللون الأزرق، هنا مركب ذرة باللون الأزرق وذرة أخرى باللون الأخضر، لذلك هذه مادة غير نقية. هذا المربع يحمل أيضا نموذج لمادة غير نقية لأنه عبارة عن عنصر ذراته باللون الأخضر ومركب ذراته باللون الأحمر والأزرق، فهذا أيضا مادة غير نقية. هذا يمثل عنصر باللون الأزرق وعنصر آخر من اللون الأحمر، فهذين عبارة عن عنصرين مختلفين ومخلوطين مع بعضهما، لذلك أيضا هذه مادة غير نقية. هذا يمثل مادة كلها من نفس النوع، كل الذرات من نفس النوع، فهذه المادة تمثل عنصر واحد، لذلك نقول عنها أنها مادة نقية. هذا يمثل عنصر باللون الأزرق وعنصر آخر باللون الأخضر وعنصر آخر منفصل عنهم باللون الأحمر، فهذه مادة غير نقية. أما هذا، انظر عزيزي الطالب، هذا مركب عبارة عن ذرة زرقاء وأربع ذرات باللون الأحمر، هذا مركب نفس هذا المركب ونفس تركيبه ونفس شكله ونفس عدد ذراته، لذلك هذا مركب متماثل مع هذا المركب، وهذا أيضا جزيء لنفس النوع من المركب. إذن المركبات الموجودة كلها هنا من نفس النوع، هو مركب ولكن كل الجزيئات تمثل نفس المركب، نفس النوع من المركب، لذلك نقول عنه أنه مادة نقية. هنا نفس الكلام، جزيء ذرة حمراء مع ذرة خضراء، هنا نفس تركيب الجزيء، هنا نفس الجزيء، لذلك هذه أيضا تسمى مادة نقية. أما هنا كما نرى عنصر باللون الأخضر ومركب باللون الأزرق مع الأحمر ومركب باللون الأخضر مع الأحمر، فهذه مادة غير نقية. هنا عبارة عن عنصر باللون الأزرق وعنصر باللون الأحمر وعنصر باللون الأخضر، فهذا أيضا مادة غير نقية. ثانيا عزيزي الطالب بين أيهما يكون محلول وأيهما يكون مخلوط معلق. الذي لا نستطيع أن نميز المركبات من بعضها، فهنا الملح والماء يمتزجان مع بعض، ولا نستطيع أن نرى الملح داخل الماء، لذلك نقول عن هذا محلول. أما الرمل لا يذوب في الماء، لذلك نقول عنه مخلوط معلق. نشاط افتتاحي: صف كيف يبدو الماء وما مذاقه وما رائحته؟ لاحظ بعض عينات الماء من مصادر مختلفة، ثم بعد ذلك لاحظ لون كل منها وما إذا كانت إحدى تلك العينات تحتوي على مواد صلبة. قرر ما إذا كانت كل عينة من الماء نقية أو غير نقية، واشرح كيف توصلت إلى ذلك. كما نرى هذا ماء مالح، أما هذا ماء مقطر، الماء المقطر ليس به أي شيء غير الماء. أما الماء المالح
فإذا أذبنا بعض الملح في الماء المقطر لا نشعر إلا بطعمه فقط الذي يتغير ويصبح ماء مالح. إذا كان الملح نقي وليس به من القاذورات وليس به من الأوساخ فيكون هذا محلول نظيف، تمام، ويكون هذا ماء فقط، لذلك هذا نقول عنه أنه ماء نقي، أما هذا لا نقول عنه أنه نقي. لماذا؟ ليس به شوائب وليس به قاذورات وليس به أوساخ، لماذا نقول عنه أنه غير نقي؟ لأن المادة الغير نقية إذا أضيفت مادتين إلى بعضهما البعض حتى وإن كانت المادتين بهما فائدة وليس بهم ضرر، ولكن نقول عنها أنها ماء أو أنها مادة غير نقية. إذن الماء المقطر ماء فقط ليس به أي شوائب ولا أملاح معدنية لا مفيدة ولا ضارة، هذا فقط هو الماء النقي. أما الماء المالح أو مياه الشرب الموجودة في الزجاجات الذي نشتريها للشرب نرى على هذه الزجاجة مكتوب بعض الأملاح المعدنية التي تمت إضافتها للماء لأنها أملاح مفيدة، إذا تمت إضافة هذه الأملاح المفيدة للماء أصبح ماء غير نقي، هو ماء غير ضار وصالح للشرب ومفيد لجسم الإنسان ولكنه ماء غير نقي. لماذا نقول عنه أنه ماء غير نقي ماء الشرب؟ لأن به أملاح معدنية، الماء النقي هو الماء فقط ليس به أي شيء لا مفيد ولا ضار، إذن هذا ماء غير نقي، هذا مادة غير نقية. أما نقول عن الماء المقطر فهو ماء نقي لأنه يتكون من نوع واحد من المادة فقط وهو الماء فقط، أما هذا عبارة عن ماء ومضاف إليه أملاح مفيدة يحتاجها الجسم، ولكن بذلك لا نستطيع علميا أن نقول عنه أنه مادة نقية. كيف تحكم على المادة أنها نقية؟ أولا تكون المادة غير نقية إذا احتوت على مواد أخرى، كما وضحنا الماء إذا احتوى على مواد أخرى أو العصير أو الشاي، هذا عبارة عن ماء يحتوي على مواد أخرى وإن كانت مفيدة لا نقول عنها أنها نقية، إنما نقول عنها أنها مادة غير نقية. أيضا نستطيع أن نعرف إن كانت المادة غير نقية إذا تغير لونها، مثلا مثل الشاي، أو احتوت على أجزاء صغيرة من مواد صلبة بداخلها مثل مخلوط الماء والرمل، أو اختلفت رائحتها مثل الماء عند إضافة إليه بعض الروائح مثل ماء الورد أو غيره، إذا اختلفت رائحتها عن الرائحة المعتادة، أو تغير طعمها مثل إضافة الملح إلى الماء يتغير طعم الماء، فبذلك نقول أنها مادة غير نقية. أيضا يطلق على بعض المواد أحيانا اسم مادة نقية بصورة شائعة مع أنه في الحقيقة مادة غير نقية، على سبيل المثال عصير البرتقال مثلا، هذا العصير مادة غير نقية، نقول غير نقية ولم نقول أنه مادة ضارة، هو مادة مفيدة ولكنه غير نقي. لماذا؟ لأنه مخلوط من السكر والماء وبعض الأحماض، إذن طالما هو مخلوط من عدة مواد لا نستطيع أن نقول عنه أنه مادة نقية بالمصطلح العلمي، ولكن يشيع بين الناس أنه نقي ويقولون عنه أنه نقي لأنه خالي من الشوائب والملوثات، ولكن في الحقيقة علميا هو غير نقي لأنه أكثر من مادة مخلوطين مع بعضهم البعض. النشاط واحد، كيف يمكنك أن تميز المادة النقية من المادة الغير نقية؟ اقصد محطات المواد بالتناوب مع زملائك لتلاحظ كيف تبدو كل مادة منها، على سبيل المثال الزيت والماء هذا مخلوط، الحليب، الماء المقطر، ثاني أكسيد الكربون. بالمناسبة شباب المقصود بالماء المقطر هو الماء النقي، عبارة عن ماء فقط ليس به أي شيء غير الماء. أيضا عصير الفاكهة، ادرس هذه المواد جيدا ولاحظ خصائصها ثم أجب عن هذه الأسئلة. أولا غاز ثاني أكسيد الكربون، كيف تبدو هذه المادة؟ هو غاز عديم اللون وعديم الطعم وعديم الرائحة، فبذلك يكون مادة
نقية لأنه غاز واحد فقط. الماء، الماء أيضا عبارة عن سائل عديم اللون وعديم الطعم والرائحة. إذا كان ماء مقطر ليس به أي شيء غير الماء فإنه مادة نقية. أما النحاس فهو عنصر لونه أصفر محمر ويوجد في الحالة الصلبة، لذلك أيضا نقول عنه أنه مادة نقية. عصير الفاكهة عبارة عن مزيج من الماء والسكر والفاكهة لونه أصفر، الماء أصبح لونه أصفر وتغير طعمه، تغير لونه، إذن أصبح مادة غير نقية بإضافة هذه المواد. قطع الجرانيت، قطع الجرانيت صلب ويوجد بها لونين، لون رمادي مع لون أبيض، إذن هو عبارة عن مخلوط، لذلك نقول عنه أنه مادة غير نقية. خليط الزيت والماء هذا طبعا عبارة عن طبقتين من سائلين منفصلين، لذلك يكون مخلوط ومادة غير نقية. بلورات ملح الطعام عبارة عن بلورات صلبة بيضاء مركب واحد فقط وهو كلوريد الصوديوم، لذلك نقول عنه أنه مادة نقية. الحليب سائل كثيف أبيض اللون وبه عدة مواد، لذلك نقول عنه أنه مادة غير نقية. أبسط شيء، الحليب يحتوي على الدهون اللي هي الزبدة. مخلوط الحديد والكبريت عبارة عن صلب لونه أصفر مع لون رمادي، لذلك نقول عنه أنه مادة غير نقية. أسئلة المتابعة: ما عدد أنواع المواد الكيميائية الموجودة في مادة نقية؟ طبعا مادة واحدة، مادة واحدة فقط. ما عدد أنواع المواد الكيميائية الموجودة في مادة غير نقية؟ على الأقل مادتين، يبقى نوعين أو أكثر. أمامنا ثلاث صور تعبر عن مواد مختلفة، نجد هنا أكثر من لون، هذا الكوارتز فنعرف أنه غير نقي بسبب وجود الشوائب. أما هذا لونه شفاف فنعرف أنه مادة واحدة ونقول عنه أنه نقي، وذلك بسبب عدم وجود الشوائب. هذا أيضا يبين أن لون مختلف، لذلك نعرف أنه غير نقي وذلك بسبب وجود الشوائب. هل يعد كل من ماء البحر والهواء مواد نقية أو غير نقية؟ طبعا مواد غير نقية. لماذا؟ لأنه عبارة عن مخلوط، ماء البحر ماء ومعه أملاح، لذلك نقول عنه مادة غير نقية. والهواء أيضا إن كان خالي من الملوثات حتى فهو عبارة عن خليط من الغازات، لذلك نقول عنه مادة غير نقية. انظر إلى عينات السوائل الثلاث في الأشكال أدناه، أي منهم يمثل الماء النقي؟ الذي يمثل الماء النقي هذا الشكل الأخير. لماذا؟ لعدم وجود شوائب ولا يوجد لون في هذا الماء. هذا ما تعلمته. أولا تحتوي المادة النقية على نوع واحد من العناصر أو المركبات. ثانيا تحتوي المادة غير النقية على نوعين أو أكثر من العناصر أو المركبات المختلطة معا. ثالثا توجد مواد شائعة يقول عنها الناس أنها نقية لأنها خالية من الملوثات والشوائب، ولكنها علميا وفي الحقيقة مادة غير نقية. لماذا؟ لأنها تحتوي على عدة مواد مختلفة. التقويم الختامي: بما تسمى المادة التي تحتوي نوع واحد من المركبات أو العناصر تسمى مادة نقية؟ ما المقصود بالمادة الغير نقية؟ هي المادة التي تحتوي على نوعين أو أكثر من العناصر أو المركبات المختلطة معا بدون ترابط كيميائي. هل العصير مادة نقية أم لا؟ لا، ليس مادة نقية. لماذا؟ لأن به أكثر من مركب، به ماء، به سكر، به فاكهة، ذلك العصير مادة غير نقية، ولكنه أيضا غير ضار بالإنسان. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس، ونذكر بحل الواجب الإلكتروني على المنصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.